بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام إتماما لما سبق في الحلقات السابقة، الاستنباط من قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إلى قوله: بما كانوا يصنعون، الآيات الثلاث. وقد انتهينا إلى قوله سبحانه: وأقرضتم الله قرضا حسنا. ففي قوله تعالى: لأكفرن عنكم سيئاتكم، دليل على أن الأعمال يكفر الله بها الخطايا، والمراد بذلك الخطايا الصغائر. أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهنا قال جل وعلا لبني إسرائيل: إذا وفوا بما عاهدوا الله عليه لأكفرن عنكم سيئاتكم. ويؤخذ من هذه الآيات، من قوله سبحانه: ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، وأما أنها ثمن لدخول الجنة فإنها ليست كذلك. الأعمال الصالحة لا توجب دخول الجنة، وإنما هي سبب لدخولها برحمة الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ويؤخذ من هذه الآية أن الكفر بالله بعد الإيمان ضلال عن الحق الواضح، لأنه ضلال بعد العلم. قد قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لهذا قال: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ويؤخذ منها غلظ كفر من عرف الحق ثم خالفه، لأن الذي يترك الحق إما أن يكون جاهلا به، فإذا بين له قبله، وهذا أخف ضلالا، وإما أن يكون عالما بالحق فهذا لا يرجع ولو بين له، لأنه لم يترك الحق عن جهالة وإنما تركه عن عناد. يؤخذ منها عقوبة من نقض عهد الله، وهي عقوبات متنوعة. أولها اللعنة من الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. والثانية قسوة القلوب، فإن من عرف الحق وتركه يقسو قلبه ولا يلين بعد ذلك والعياذ بالله، ولا يقبل الحق. والثالثة أنه يبتلى بتحريف كلام الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فيبتلى بتحريف كلام الله وتفسيره على غير معناه ليوافق هواه،
كما هو شأن أهل الضلال والعياذ بالله، ويؤخذ منها فضل العفو عن المخطي تأليفا له، وأن ذلك من الإحسان، فالعفو عن المخطي من الإحسان، فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. دل على أن العفو عن المخطي والمسيء بعد القدرة عليه أنه من الإحسان الذي يثاب عليه المسلم، هذا إذا كان للعفو محل. وأما إذا كان ليس للعفو محل فإنه لا يجوز، لا يجوز العفو عن الحدود التي أمر الله بإقامتها، فلا يدخلها العفو، إنما هذا فيما بين العباد من إخطاء بعضهم في حق الآخر والحقوق التي بينهم، فلهم أن يتعافوها، وإساءة بعضهم إلى بعض، فمن أسيء إليه من عفا وأصلح فأجره على الله. يؤخذ من هذه الآيات أن الله أخذ الميثاق على النصارى كما أخذه على اليهود، وأن كلا الطائفتين نقضت عهد الله وميثاقه، فاستحقوا لعنته وعقوبته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك الطائفتين. ويؤخذ منها أن النصارى لم يصدقوا قولهم إن نصارى المسيح، لما قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فالذين جاءوا من بعدهم لم يفوا بهذا، بل حرفوا دين المسيح وغيروه وبدلوا فيه ونسبوا إليه ما ليس منه من عظائم الكفر والإلحاد والعياذ بالله. ويؤخذ من هذه الآيات أن نقض العهد مع الله سبب لحدوث الاختلاف والعداوة في الدنيا والآخرة، وهذا واضح وظاهر، فإن الذين تركوا الكتاب والسنة وأخذوا بأهوائهم ورغباتهم وقلدوا أهل الضلال وأطاعوهم في معصية الله، أن الله يحدث العداوة والبغضاء بينهم، وهذا واضح في اليهود وفي النصارى، وواضح في هذه الأمة أيضا، فإن أهل الضلال والفرق الضالة لما أعرضوا عن كتاب الله واستبدلوه بغيره ولو في بعض الأمور، فإن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بالعداوة بينهم والبغضاء بينهم، وهذا مما يسبب التقاطع والتدابر ويسبب قيام الحروب وسفك الدماء، نسأل الله العافية. ويؤخذ من هذه الآيات أن أعمال العباد محصاة عليهم يجازون بها يوم القيامة، ولهذا قال جل وعلا وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، حاسبهم يوم القيامة على أعمالهم، والله جل وعلا يحصي عليهم أعمالهم في الدنيا ويكتبها في صحائفهم، فإذا جاءوا يوم القيامة فإن الله يحاسبهم عليها واحدة واحدة ويجازيهم بها، أحصاه الله ونسوه، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يؤخذ من هذه الآيات أن أحدا لا يؤاخذ بغير عمله،
ولهذا قال سبحانه: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي بما صنعوه هم. فكل يحاسب على عمله ويجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.